ينبغي لكل مصري أن يتحمل مسؤوليته، أن ينبذ السلبية وأن يتمسك بالإيجابية، أن يترك الكسل وأن يسارع إلى العمل، يعمل ليل نهار كي تعود إلى مصر مصر، وأن يعانق مجدها السؤددا. هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية التي أحب أن ألفت النظر إليها، وقد سبقني المتحدثون إلى ذلك، أن الله تبارك وتعالى قد قدر لمصر أن تكون منزلتها عالية، وأن يكون مكانها رفيعاً، وأن تنظر شعوب الأرض وممالك الدنيا تنتظر مصر تقول كلمتها. إن مصر هي ملكة الشرق جميعاً، كما قال ذلك شاعرنا: إنني إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، أنا تاج العلاء على مفرق الشرق، ودراته فرائد عقف ودراته فرائد عقدي. احفظوا مصر إنها إن تضع ضاع في الأرض تراث المسلمين. هذا هو قدر مصر. تنظر الدنيا جميعا إلى مصر وهي تسلك سبيلها لتؤسس أول برلمان حر في تاريخ مصر الحديث. فاعلموا أن الشعوب العربية كلها تنظر إليكم لتسير على منوالكم وتسلك طريقكم. اليمن وسوريا وتونس وليبيا وشعوب العرب جميعا تنظر إلى مصر. يقول كتابها ومفكروها: إننا تبع مصر، إن تحررت تحررنا، وإن نطقت تكلمنا، وإن تكلمت سمعنا لكلامها. إن شعوب العرب جميعا تبع لمصر، فعليكم أن تحسنوا العمل، عليكم بالإيجابية، عليكم بأن تسلكوا الطريق وتسيروا على سبيل العدل والحق. النقطة الثالثة التي نذكر بها: إننا في طريقنا لنصوغ حكومة عادلة حرة تعمل بالحق والعدل. سوف نلقى معوقات، وسوف نعاني من عقبات سوف توضع في طريقنا العراقيل. إننا في الأشهر الماضية رأينا جميعا كيف تحاك المؤامرات على هذا الشعب العظيم، مؤامرات يتلو بعضها البعض في نسق نراه جميعا. ومن آخر ما رأينا في يوم 9 أكتوبر عندما حدث ما حدث في مسبيرو، إننا نريد من موقعنا هذا أن نرسل رسائل طمأنينة، رسائل رحمة، رسائل عدل إلى جميع أهل مصر مسلمين وأقباط. نرسل رسائل الحق والخير إلى أهل مصر من الأقباط. إن مصر هي بلدنا جميعا، هي وطننا جميعا، يجب أن ننبذ الفرقة إلى الاجتماع، وأن ننبذ التنازع إلى التعاون. هلم جميعا
نبني مصر الحق الحق ونبني مصر العدل على أصول من العدالة التي نؤمن بها جميعا، العدالة التي دعا الإسلام إليها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن الله يأمركم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قلناها مرات ومرات، يقرر القرآن: وإذا حكمتم بين الناس، لم يقل إذا حكمتم بين المؤمنين، وإنما قال بين الناس. وإذا حكمتم بين الناس، كل الناس، الغني والفقير، العظيم والحقير، الرجل والمرأة، الكبير والصغير، كل الناس يسود العدل، تسود قيم العدل والحق والقسط بين الناس. إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فعلينا أن نسعى أن نقيم دولتنا التي ننشد وحكومتنا التي نبغي على أساس من العدالة والحق، يسود أهل مصر جميعا يعيشون في كنف ذلك العدل والحق. بغير العدالة لن يشعر أحد من أهل مصر، مسلم أو قبطي، لن يشعر بالرضا، لن يشعر أهل مصر بالرضا إلا في ظل الحق والعدالة. هذه الثالثة. أما الرابعة فإننا نناشد أهل مصر جميعا أن يتمسكوا بوحدتهم الوطنية، وأن لا يسمحوا لأي فتنة أن تدخل بينهم. إننا عشنا جميعا على أرض هذه البلدة أكثر من 1400 عام، عشنا عليها نقتسم أرزاقها ونتفيأ ظلالها ونشرب من نيلها، مثالا للتسامح والتراحم. نؤمن بأن قيمنا تأمر بالتسامح والتراحم، وكما ذكر من قبل أن الله يقول أنه من أحياها، أنه من قتل نفسا، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. القرآن يقرر أنه من قتل نفسا، لم يقل قتل مسلما، وإنما قتل نفسا، أي نفس مسلمة كانت أو غير مسلمة، فكأنما قتل الناس جميعا. ثم قال: ومن أحياها، من أحيا نفسا، أي نفس مسلمة كانت أو غير مسلمة، من أحياها
من أنقذها، من أطعمها، من سقاها، من أحسن إليها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فعلينا أن نعيش في ظل هذه القيم من التسامح ومن التغافر ومن التراحم. لا بد أن نحيي هذه القيم، نرسل بهذه الرسالة رسالة تراحم وتغافر وتسامح إلى أهل مصر جميعا، مسلميها وأقباطها. هلم إلى العمل، هلم جميعا، نبني مصر، كلنا نبني مصر، رجالا ونساء، مسلمين وأقباط. نعلم كلنا أنه لن يقوم بناء مصر بفصيل واحد من فصائل أبنائها، ولا تيار واحد من تياراتها، بل لابد أن تتضافر جميع الجهود وتتحد جميع الأعمال وتتشابك جميع الأيدي لتعيد مصر إلى مقعد الريادة وإلى مجلس القيادة في العالم جميعا. هذه واحدة ثم الأخرى. نقول إن حزب النور وهو يقدم على خطوة مهمة، على الانتخابات، على انتخابات المجالس التشريعية، قد مد يده للعديد من التيارات السياسية التي تتفق معه في الرؤية وتتفق معه في المبادئ والأهداف، وتعاهدوا على نصرة الحق وعلى إقامة العدل في مصر. تعاهدوا على ذلك، تعاهدوا على الإصلاح السياسي، تعاهدوا على الإصلاح الاقتصادي، تعاهدوا على الإصلاح الاجتماعي، على إصلاح التعليم، على إصلاح النظام الصحي، على القضاء على الانفلات الأمني، حتى تعود إلى مصر مصر، وحتى يعانق مجدها السؤدد. إننا قد وضعنا أيدينا في أيدي إخواننا عملا بقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إيمانا بأن الوحدة قوة وأن التفرق ضعف، وأمل بأن تتضافر مع جهودنا جهود أهل مصر جميعا. كلام كثير نريد أن نذكره لكم، ولكن الوقت يضيق عن ذلك. ولكننا في النهاية نقدم لكم مرشحين الذين نظن ونود أن يكونوا على قدر المسؤولية وعلى قدر تحمل الأمانة التي تناط بهم وتوضع على ظهورهم، حتى يتحملوا أمانة هذا العبء الثقيل وأماني الشعب المصري وآماله في أن تتحقق عدالة اجتماعية، وأن يحصل كل مصري على حقه من العيش الكريم، وعلى حقه من التعليم، وعلى حقه من المسكن النظيف، وعلى حقه من الأمن في دياره ووطنه. نعاهد الله تبارك وتعالى أن نعمل ما حيينا بإخلاص وجد وتفان لخدمة هذا البلد الطيب وهذا الشعب العظيم. والله الموفق والمستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.